هناك الكثير لنميط اللسان عنه هنا. كما ذكرت، هناك حرب تدور رحاها داخل إسرائيل. ما من شك في أن إيران كذلك في حالة حرب مباشرة مع إسرائيل وكذلك في المنطقة، فهناك تهديد متنام محدق بدول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لديها مصالح في أن يكون هناك ممرات بحرية آمنة عبر باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس. فإذا هناك تهديد متنام من قبل إيران. ما رأيناه هذه الاجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي هي ليست بالجديدة، وإنما هي قد بدأت في عام 2015 مباشرة بعد اجتماعات كامب ديفيد في الولايات المتحدة، وكان ذلك تحت إدارة بوش. وحين ذاك فإن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى دول الخليج وتقول بأن الولايات المتحدة لم تعد بقادرة لعدة أسباب، منها التكلفة وإتاحة القوات وما إلى ذلك، لم تعد قادرة على أن تقوم بعمليات دفاعية ثنائية الأطراف مع كل دولة خليج على حدة. وبوش آنذاك كان يدعو إلى تعاون متعدد الأطراف، وأحدها هذا ما نراه اليوم. فهي جهود ومساعي متواصلة من أجل جلب دول الخليج تحت مظلة واحدة للقيام بأمور من ضمنها هي نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتكامل بصورة جماعية، والأمر الثاني هو العمليات البحرية. في السابق كانت هناك محادثات عن مناهضة الإرهاب وعمليات أخرى. نلاحظ الآن بأن مناهضة الإرهاب لم تعد في هذه المداولات، مناهضة إيران وأذرعها وعلى وجه الخصوص مناهضة الحوثيين هو أمر لم يناقش منذ 4 أعوام. فإذا هناك تهديد متنام تجاه الجميع. التحدي هو كيف يمكن أن نجلب كافة الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لتجتمع معا وتنفذ كل ما تنجب عنه هذه المداولات على أرض الواقع.